ازيكم شباب، معكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي تقدروا تجيبوا ناينز ميكانيكال ارم. وقبل نبدا الفيديو لازم تعمل لايك سبسكرايب كومنت شير، ويلا نبدا في الفيديو. طبعا شباب دي الحاجه اللي احنا هنجيبها في الفيديو ده. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها جامد جدا، لكن طبعا السيف مغطي عليها. ثانيه شو اوريكم شكلها اهو. زي ما انتم شايفين من جيم اسمه سونيك تقريبا، ايوه سونيك، اسمه برايم سونيك سبيد سيموليتر. فالرابط ده طبعا رابط الماب هيكون في الديسكربشن، ويلا ندخل الماب. طبعا شباب زي ما انتم شايفين اهو دخلنا الماب، هتدوس على كلمه ستارت تمام، هتلاقي نفسك دخلت تقريبا. بسيط جدا، بسيط جدا، ماشي مش مشكله. هتفضل دايس شيفت كده، بعديها تقدر تجري تعمل الحركه دي تمام. هندخل بقى نشوف في ايه بيعملوا ايه بالظبط، بيعرضوا ايه يعني تمام. هتضطر تتفرج على حلقه كامله من السونيك مش عارف هيتش هوك تقريبا اسمه كده. طبعا انا مش عايز اعرض الحلقه لان ممكن يبقى عليها كوبي رايت. طبعا انت ممكن تدخل في اي وقت، يعني ممكن تدخل في اخر ثانيه وتاخد البادج عادي. انا مش عارف صراحه احنا في اني جزء من حلقه او اني دقيقه، لكن هنستنى شويه وارجع لكم. طبعا شباب اهو زي ما انتم شايفين البداية نهاية الفيلم بدأ اهو زي ما انتم شايفين، وخدت البادج خلاص كده. خلصنا الموضوع. طبعا انا ما اتفرجتش على الحلقة كلها، انا دخلت سيرفر لقيت فاضل 13 دقيقة بس والحلقة تخلص. قعدت 13 دقيقة قاعد اقلب في يوتيوب، لقيت دلوقتي ان انا جبت البادج، ويلا ندخل على روبلوكس نتأكد جالنا ولا لا. طبعا شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي انا جالي فعلا حاجة زي ما انتم شايفين اهو، ناينز ميكانيكال ارمز اهو زي ما انتم شايفين. طبعا هي قعدت مدة طويلة شوية، بس انت لو ممكن تبقى حظك حلو مثلا تدخل سيرفر فاضل دقيقتين مثلا والبتاع يخلص، فاهم قصدي؟ فزي ما شايفين اهو عرفت اجيبه. وبس شباب، رب يكون الفيديو عجبكم، تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت شير، وسلام.